السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن السيكل سيل ديزيز اللي هو داء الكريات المنجلية، وهذا الاسم مو اعتباطا اجى، راح نعرف سببه بعد شوية. السيكل سيل ديزيز هو inherited autosomal recessive disorder of hemoglobin synthesis، مثل البيتا ثلاسيميا اللي شرحناها بالفيديو اللي تلقوا الرابطة اسفل هذا الفيديو. المشكلة بالهيموغلوبين A اللي يحتوي على 2 بيتا تشينز، وهذه البيتا تشينز تحتوي على امينو اسيدز. بالسيكست امينو اسيد الموجود بالبيتا تشين نورمالي اكو جلوتاميك اسيد. بالسيكل سيل ديزيز هذا الجلوتاميك اسيد يحل محله الفا امينو اسيد اسمه فيلين. الهيموغلوبين اي اللي صار بهذا الخلل راح نسميه هيموغلوبين اس اذا كان الخلل صاير بس ب1 بيتا تشين، وهذا يسبب سيكل سيل ديزيز ماينر، او نسميه هيموغلوبين اس اس اذا كان الخلل صاير بالبوث بيتا تشينز، وهذا يسبب سيكل سيل ديزيز ميجر، بالضبط مثل البيتا ثلاسيميا. طبعا الحرف S هو الحرف الأول من كلمة سيكل اللي تعني المنجل، وهذا الاسم اجى من كون الريد بلد سيل اللي تحتوي على HBS أو HBSS من نقل الأكسجين بالدم في حالة الهايبوكسية مثلا، راح يصير شكلها مثل المنجل مثل ما راح نشوف بالبلد فيلم. طبعا هذه السيكل شيب ريد بلد سيلز تكون أقل مقاومة للميكانيكال تروما أوف سيركوليشن، فمقارنة بالنورمال باي كونكيف ديسك شيب ريد بلد سيلز اللي تعيش حوالي 120 يوم، السيكل شيب ريد بلد سيلز تعيش حوالي 10 إلى 20 يوم بعدها تتكسر وتسوي هيموليسز. لذلك السيكل سيل ديزيز يسبب هيموليتك أنيميا، وعن الهيموليتك أنيميا حكينا بالتفصيل بالفيديو اللي ممكن تلقوه رابطه أسفل هذا الفيديو. ثانيا more rigid and flexible، لذلك تلتصق بالفاسكولار اندوثيليوم وتتجمع وتسبب مايكروفاسكولار اكلوجن. هسه خلينا نحكي عن الكلينيكال فيتشرز. السيكل سيل ديزيز مثل ما قلنا سببه مشكله بالبيتا تشينز، وبما انه الهيموغلوبين اي هو الوحيد اللي يمتلك بيتا تشين من بين الانواع الثلاثه اللي حكينا عنهم بفيديو البيتا ثلاسيميا، وبما انه الهيموغلوبين اي يبدي يتكون بعمر 3 الى 6 اشهر، فالكلينيكال فيتشرز اوف سيكل سيل ديزيز ما ممكن تظهر قبل عمر 3 اشهر مثل البيتا ثلاسيميا. كلش مهم ان نعرف انه السيكل سيل ديزيز هو ايبيزوديك ديزيز مثل الجي 6 بي دي ديفشنسي اللي رابط الفيديو مالته تلقوه اسفل هذا الفيديو. ايبيزوديك ديزيز يعني البيشنت كان بي اسيمتوماتيك بتوين اتاكس. الاتاك او الايبيزود حتى يصير لازم المريض يتعرض لاشياء يسموها بريسيبيتيتنج اور تريجرنج فاكتورز مثل انفكشنز وثيرمال انستابيليتي، ستريس، ديهايدريشن، هايبوكسيا واسيدوسيس وخصوصا الريسبيراتوري. وبسبب اختلاف هذه الفاكتورز السيكل سيل ديزيز يسبب ماني تايبس اوف ايبيزودز مثل البينفول او يسموه فيزو اكلوزيف ايبيزود اللي هو الكاردينال كلينيكال فيتشر اوف سيكل سيل ديزيز، او الريد بلد سيلز ابلاستيك ايبيزود، او السيكويستريشن ايبيزود، او الانفكشن كرايسيس وغيرها مثل جالستونز، كرونيك اوستيومايلايتيس، كرونيك ليج ألسرز ورينال ديزيز. وبما انه الاربعه الاولى هي الاكثر شيوعا راح نحكي عنها بتفصيل اكثر. painful episode او vaso occlusive episode، من الاسم painful فالموست كومون كومبلينت هو البين. vaso occlusive يعني انسداد الاوعيه الدمويه وخصوصا الصغيره، يعني microvascular obstruction. من ينسد الوعاء الدموي الدم راح ما يمر للمنطقه اللي يغذيها هذا الفيسل، وبالتالي يصير اسكيميا وهذا هو سبب البين. The site of the pain يعتمد على site of obstructive vessel and ischemia. طبعا هذا الobstruction إذا استمر فترة طويلة أو صار بشكل متكرر ممكن يسبب necrosis، والnecrosis هو death of cell or tissue وهو irreversible process. هذه العملية ممكن تصير بأي مكان بالجسم، بس أكثر شيء تصير بالbones وخصوصا small bones of hand and foot، ويسبب dactylitis اللي هو inflammation of finger or toe. ومن يصير بالهاند والفوت بنفس الوقت يسموه هاند فوت سيندروم. باللنج يسبب acute chest syndrome يعني chest pain وكف وفيفر وهايبوكسيا ولنج انفلتريتس. بالسبلين يسبب autosplenectomy يعني السبلين ينكمش فيقل حجمه ويفقد وظيفته، ولأن من أهم وظائف السبلين هي فلترة الدم والمساعدة بالقضاء على البكتيريا، فالautosplenism يسبب recurrent infections. بالليفر يسبب ليفر فيلير. بالبينس يسبب ريكرنت برايابيزم وهو painful prolonged erection of penis. وبالبرين يسبب ستروك ونوعه اسكيميك
المفروض صار واضح ليش. Red blood cells a plastic episode. هذه الحالة تصير بسبب البارا فيروس 19 اللي يسبب مرض اسمه إريديما إنفكتيوزم أو fifth disease، وهو self-limited viral infection يسبب low grade fever, headache, symptoms of upper respiratory tract infection بالإضافة للراش اللي يظهر عادة بعد 7 أيام من بداية الأعراض، والred blood cells aplastic crisis اللي يستمر 7 إلى 10 أيام ويسبب bone pain وsevere reticulocytopenia اللي تعني قلة الريتيكلز بالدم، والريتيكلز هي اليونج ريد بلود سيلز. سيكوستريشن ابيزود. السيكوستريشن يعني احتباس. مثل ما قلنا ببداية الفيديو، السيكل شيبد ريد بلود سيلز تلتصق بالفاسكولار اندوثيليوم وتتجمع وتسبب مايكروفاسكولار اكلوجن. هاي الحالة ممكن تصير بالسبلين وتسبب فانكشنال اسبلينيزم، يعني السبلين يفقد وظيفته فيزيد الريسك of recurrent infections، وخصوصا الانكابسوليتد organisms مثل نيموكوكاي، مينينجوكوكاي، وسلمونيلا، وهيموفيلس انفلونزا. infection crisis يصير بسبب الفانكشنال اسبلينيزم وممكن يظهر early in children، خصوصا بالسيفير كيسز بين 6 أشهر و5 سنوات، والسبب لأن الأطفال بهذا العمر بعدهم ما مكملين الفاكسينيشن سكيجول مالتهم، والإميونيتي سيستم بعده ويك. دايجنوزز. حتى نشخص السيكل سيل ديزيز بغض النظر عن الكومبليكيشن والسكندري ديزيز اللي ممكن يسببها، نحتاج نسوي 3 أشياء، وهي البلاد فيلم والسكرينينج تيست فور سايكلينج والهيموغلوبين إلكتروفوريسز اللي هو الديفينيتيف دايجنوستيك تيست. بالبلاد فيلم أهم شيء نشوف Cycle Shaped Red Blood Cells بالإضافة للTarget Cells والPoikilocytosis مثل ما بالبيتا ثلاسيميا. بالهيموغلوبين إلكتروفوريسز نشوف هيموغلوبين SS بالSickle Cell Disease Major أو هيموغلوبين S بالSickle Cell Disease Minor، وطبعاً اثنينهم نورمالي ما موجودات بالدم. أما الSpecific Test for Cycling فيكون Positive. Treatment of Sickle Cell Disease. المريض اللي عنده سيكل سيل ديزيز ممكن يجينا للطوارئ بسبب البينفول ابيزود، وهذا علاجه كالتالي: بريسك هايدريشن تو افويد اكيوت رينال فيلير، انالجيزكس مثل باراسيتامول، انتي بايوتكس مثل بنسلين واريثرومايسين، وبلود ترانسفيوجن. اما علاج السيكل سيل ديزيز از كرونيك ديزيز فيشمل ريكرنت بلود ترانسفيوجن، ايرون شيليشن باي ديسفيريوكسامين بالحالات السيفير والبرولونجد ابيزودز، stimulation of hemoglobin F production by hydroxyurea لأن الهيموغلوبين F ما عنده بيتا تشينز لذلك will not be affected، prophylactic antibiotics مثل بنسلين وإريثروميسين لحد عمر 5 إلى 6 سنوات، والسبب لأن الطفل بهذا العمر بعد الإميونيتي مالته weak بسبب uncompleted vaccination schedule. وبما أنه sickle cell disease تسبب functional asplenism فأكو high risk for infection، ولهذا الأنتيبيوتكس مهمة. إضافة لهذا لازم نستمر على الروتين فاكسينيشن واليرلي انفلونزا فاكسينيشن، وطبعا أفضل علاج بس مو دائما متاح هو الستيم سيل ترانسبلانتيشن أو جين ثيرابي. هذا كان كل شيء بخصوص السيكل سيل ديزيز. مثل كل مرة محتوى الفيديو بصيغة PDF تقدرون تلقوه بقناتي على تليجرام ورابطها موجود أسفل الفيديو. شكرا لاستماعكم، وأتمنى تتابعونا بالفيديوهات اللاحقة وتدعمونا حتى نستمر. مع السلامة.